هدف، هو الهدف لازم يكون مشترك مو هدف واحد. يوليو انا وياك اليوم انا ولا لازم نتفق. تفضلي. تسمح لي؟ تفضلي. بهدف التخفيف من حده الازمه الانسانيه يلي عم بيواجهها طبعا الشعب الفلسطيني الشقيق، بتتواصل الجهود المبذوله ضمن تراحم بحمله من اجل تراحم من اجل غزه. طبعا دوله الامارات ارسلت صباح امس طائره تحمل على متنها 25 طن من المساعدات الغذائيه والطبيه والاغاثيه المتنوعه الى مدينه العريش المصرية، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. نعم، هالمساعدات عم بيتم إدخالها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومع وزارة الخارجية ووزارة التنمية المجتمعية وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية بالدولة. يشار إلى أن تم إرسال 8 طائرات تحمل أكثر من 200 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية منذ انطلاق الحملة في أكتوبر الماضي، كما وأطلقت الإمارات عملية الفارس الشهم 3 اللي تتضمن إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، وتكفلت بعلاج 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من القطاع في مستشفيات الدولة وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجونها. طبعا للمزيد حول الجهود الإغاثية المبذولة بإطار حملة ترحم من أجل غزة ودور برنامج الأغذية العالمي بهالحملة، بينضم لنا سيد مجيد يحيى ممثل البرنامج الأممي لدى دول مجلس التعاون الخليجي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. طبعا الوضع الإنساني مؤلم، بس إذا بكلمات حضرتك كيف ممكن توصف الوضع حاليا بغزة؟ يعني بعد شهر من اندلاع الحرب يتفاقم الوضع يوما بعد يوم. هناك حوالي 1,500,000 فلسطيني نزحوا من شمال إلى جنوب غزة أو حتى في الشمال إلى مخيمات أو ملاجئ التي توفرها الأونروا. يتكدس الناس في هذه الملاجئ لدرجة يعني يصعب وصفها. إذا كان لك أن تتخيل يوم هناك حوالي 22,000 أو 122,000 شخص يتكدسون في حوالي 80 منشأة تنقصها المرافق الصحية وما غيره. الطعام أيضا الغذاء بدأ يتناقص. كان لدينا مخزون في غزة قبل اندلاع الحرب، ولكن الآن يصعب الوصول إليه. نعم. عدم تواجد الوقود أيضا، توقف المطاحن من العمل. نعم. عدم وجود الأمن لموظفينا وشركائنا للوصول إلى المستفيدين من هذه المساعدات يشكل عائقا كبيرا لتوصيل المساعدات في الوقت المناسب. طيب سيد مجيد، في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ما هو الدعم اللي قدمتموه إلى غزة؟ حتى الآن تمكننا من الوصول إلى حوالي 660,000 مستفيدين من هذه الخدمات. نقدم لهم الغذاء الجاهز للاستهلاك كالمعلبات، طبعا لعدم وجود أدوات للطبخ أو وقود، حتى بعض المخابز التي تعاقدنا معها ما زالت تعمل، ولكن في شمال غزة هناك مخبز واحد فقط تبقى ويعاني أيضا من نقص الوقود وكيفية الوصول أيضا، وصول آمن للمستهلكين إلى هذه المخابز. نعم. إذا بدنا نحكي أكثر عن طبيعة تعاونكم مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالحملة. نحن متواجدين في الأمارات هنا منذ 20 عاما، لدينا مستودعاتنا ومكاتبنا في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، تربطنا شراكة وثيقة مع دولة الإمارات. بدأنا سويا مع الدولة في هذه الحملة كشريك لها، وشاركنا أيضا منذ الأيام الأولى. تعلم الحملة بدأت يعني أيام قليلة بعد الحرب، ورأينا كيف استجاب كل قطاعات المجتمع. ومن هذه الحملة يمكن في بعد أسبوع واحد من انطلاق الحملة تسلمنا حوالي 40 طن من هذه المواد.
بطائرة مدعومة أيضا من الدولة، قمنا بإرسالها إلى العريش ومن هناك إلى غزة وتم توزيعها. نعم. بالأمس طائرة أخرى تحمل 25 طن وصلت إلى العريش، غدا طائرة تحمل 100 طن من هذه المواد أيضا ستغادر إلى العريش. هذه يعني مساهمة فعالة، خاصة نوع الأطعمة في هذا الظرف، لأنهم لا يمكن أن يطهوا يعني بدون معلبات بغالبية كلها الوضع. أيوة، وهذه يعني تشكل فرق. نعم. لدى المستفيدين في قطاع غزة. نقطة مهمة سيد مجيد، يعني حاب أسلط الضوء عليها، أن سرعة الاستجابة إلى أي مدى ربما قد تساعد فعلا أهالي غزة؟ مهمة جدا. ورأينا طبعا من خبرتنا في التعامل مع دولة الإمارات، يعني كانوا من أول المستجيبين دائما لنداءاتنا، أو عندما تكون هناك كارثة طبيعية، أو طبعا كما تعلم يعني في أول أيام الكوارث أو ينعدم أي شيء يكون الناس في حالة تحرك أو نزوح. نعم. فتأتي الاستجابة المباشرة من أهم المراحل. صحيح. لأنه أي تأخير يعني سيكون له عواقب أيضا وخيمة على المستفيدين. نعم. طيب طبعا لا شك أنه تشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على المجهود وعلى المساعدات، وهي دائما حاضرة بأي أزمة سواء إنسانية أو طبيعية، ولكن كيفية التنسيق بينكم، يعني هالمساعدات والتنسيق على الأرض فعليا، كيف هالمرحلة بين أنه توصل المساعدات وبالفعل يتم التنسيق مع طرف ثالث لأدخالها؟ يعني يبتدي التنسيق من هنا مع وزارة الخارجية، تقوم بتخصيص هذه المواد لنقلها، تخصص طائرات لنقلها، نقوم بإرسالها إلى مطار العريش، يقوم باستلامها شركاؤنا في مطار العريش، وأيضا جهزنا شركاؤنا في مطار العريش من قبل بمستودعات جاهزة ليتم تخزين هذه المواد لإرسالها. من ثم يتم إدخالها إلى غزة عبر طريق معبر رفح. لدينا شركاؤنا في الأرض، لدينا أيضا موظفين في غزة يقومون باستلام هذه المواد الغذائية وتوزيعها في أماكن مخصصة للتوزيع. شركاؤنا يعني هي منظمات مدنية على الأرض هناك، منها الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات أخرى. يعني لا يخفى على أحد الظروف التي يعيشها أهالي غزة، ولكن بالتأكيد أيضا لديكم تحديات سيد مجيد، لو تحدثنا عن هذه التحديات التي تواجهونها في إيصال المساعدات. يعني أول هذه التحديات طبعا ضمان الأمان لموظفينا لشركائنا لتوصيل هذه المواد، وأيضا ضمان الأمان للمستفيدين عندما يصطفوا لاستلام هذه المواد. هذا أول شيء، يجب توفير ممرات آمنة للمساعدة في توزيع هذه. الموضوع الوقود أيضا من أكبر التحديات، لأنه المخابز أوقفت. نعم. المطاحن أوقفت عملها، فهذا أيضا تحدي كبير ثاني. حتى امبارح شفنا أنه في بعض الأشخاص أو المنظمات مثل ما حضرتك ذكرت، أو الأفراد بمنظمات، استخدموا الطرق البدائية بالطبخ، يعني أوقدوا الفحم حتى يقدروا يطبخوا ويوزعوا للأشخاص النازحين اللي موجودين بالعديد من المنشآت الصحية. مزبوط. أو المدرسية. وانعدام المياه أيضا، المياه الصالحة للشرب، وهذا أيضا يشكل تحديا كبيرا. وتوقفت الزراعة، الإنتاج، حتى يعني الأعلاف الحيوانية أصبحت نادرة. فكل شيء توقف. ذكرت سيد مجيد أنه هناك فريق تعملون معه داخل غزة، كيف يتم التنسيق بينكم وبينهم؟ بالرغم من صعوبة الاتصالات، تعلم يعني هي يتم قطعها أو تستمر في بعض الأحيان، ولكن لدينا كما ذكرت لدينا مكتب في غزة، لدينا موظفين هنا، لدينا مكاتبنا في الضفة الغربية، وكذلك في العريش وفي القاهرة. فالتواصل مستمر بشكل يومي
معهم على وصف يعني لوصف الحالة وكيفية إرسال المساعدات وما هي أقرب الطرق لنقلها، ونحتاج يعني إلى ما نرسله الآن بسبب عدد الشاحنات المسموح لها بالعبور لا تتجاوز أكثر من 40 في اليوم. هذه ليس فقط للغزة، هي قليلة بالنسبة للأوضاع في غزة، قليلة يعني ما نستلمه أو ما نقوم بتوصيله إلى داخل غزة يمكن يعادل 2% من الاحتياج. نعم. طيب هل عم بتعملوا من خلال الأرقام يلي موجودة عندكم، هل في إحصائيات معينة إلى قدين نحن بحاجة أنه نزيد الدعم نزيد المساعدات، ولو حتى أرقام لن تكون قابلة للتحقق ولكن على الأقل تقديرية؟ هناك يعني في حسب تقديرنا هناك 1,100,000 شخص في غزة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة الآن. حتى الآن تمكننا كما ذكرت الوصول إلى 660,000 أكثر من النصف، إلى أكثر من النصف، ولكن كلما استمر الصراع استمرت الحرب سيزيد عدد المحتاجين إلى المساعدات سيرتفع. وتعلمين في غزة هناك فوق 2 مليون شخص. طيب سيد مجيد، ذكرت حضرتك أن المساعدات هي مساعدات غذائية، هل تتضمن هذه المساعدات أيضا مساعدات طبية؟ هناك منظمات أخرى طبعا كمنظمة الصحة العالمية تقوم بإرسال مساعدات طبية، وقامت أيضا بإرسال مساعدات من دبي مدينة الخدمات الإنسانية عن طريق الطائرات التي توفرها الدولة. نعم. طيب طبعا تراحم من أجل غزة تم الإعلان عنه بالعاصمة أبوظبي بدبي بعدة مراكز، في طبعا مثل ما ذكرت حضرتك تم الإرسال العديد من المساعدات وعدد من الطائرات طباعا عم يوصلوا، في أي مرحلة جديدة بالأفق المنظور عم بتحضروا لها حتى كمان ندعي الناس للمشاركة، لأنه طبعا ما قصروا أهل الإمارات ولا حتى المقيمين على هالأرض الطيبة، في أي تاريخ محدد بالأفق المنظور حتى نرجع نحضر مساعدات؟ ما زالت مستمرة. نعم. يعني مبارح كانت في عجمان، غدا أو يوم الأحد في أبوظبي. نعم. وهي مبادرة يعني مجتمعية، وشفنا كيف شفنا الاندفاع أو تطوع كل قطاعات المجتمع للمشاركة فيها من تبرعات عينية ومالية، وأيضا التطوع لتعبئة هذه المواد في الصناديق. نعم. نعتمد عليها من هنا، ولكن أيضا نعتمد على الشراء أيضا من السوق المحلي أو من أسواق أخرى لضمان أنه يكون في مخزون كافي، لأنه لا نعلم إلى متى ستستمر هذه. نعم. الحرب. طيب سيد ماجد، أنا حابب من خلالك ربما نسلط الضوء أكثر على أهمية هذه المساعدات لأهالي غزة. يعني شوف، في أول أيام الكوارث، بيد كوارث طبيعية أو حروب، يكون الناس في حالة، أولاً حالة من اليأس. المواد الغذائية التي نقدمها لا يجب، يعني ما بنركز على أنه يكون طحين القمح أو مواد يجب تحتاج إلى الطبخ. المواد الجاهزة للأكل هي في غاية الأهمية في هذه المرحلة، وإذا نظرت إلى محتويات هذه المساعدات مثلا هي كلها معلبات تحتوي على البروتينات التي يحتاج إليها الجسم، تحتوي إلى الكربوهيدرات والطاقة أيضا. فهذه من أهم مراحل العون الإنساني، وهي المرحلة الأولى عندما يكون الناس في حالة نزوح، قد طلعوا من بيوتهم أو لا توجد أي مصادر أخرى. بعد أن يستقر الوضع، يعني كلمة يستقر هي شوية بين مزدوجين، يمكن أنه نعطيهم مساعدات أخرى كالدقيق والبقوليات التي يمكن طبخها. نعم. في حال طبعا توفر الوقود. طيب الطبيعة لحد الآن عم بتساعد بطريقة من الطرق، موسم الشتاء لم يبدأ،
مشكورين طبعا على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها ببرنامج الأغذية العالمي، ولكن في حال بدأت الطبيعة، بدأت الأمطار بالهطول، نحن بنصير بحديث ثاني، كيف تتهيئون لهذه ليس الأزمة ولكن هي تزاد على الأزمة التي يعاني منها الفلسطيني؟ طبعا، لكن يعني هناك شركاء عدة ومنظمات عديدة تعمل في هذا المجال، منظمة الهجرة، منظمة المندوب السامي للاجئين، تقوم بتوفير المأوى لهؤلاء، هناك اليونيسيف، كل المنظمات تعمل. حتى نحن اليوم في غزة ليس وحدنا، هناك منظمات كأوكسفام وآخرون يقومون أيضا بتقديم الأغذية، لأنه يعني بسبب الحجم لا يمكن أن نغطي كل الاحتياجات لوحدنا، فلذلك في العمل الإنساني لا بد من تكاتف الجهود لتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها الإنسان. وجهودكم مشكورة. السيد مجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، وشكرا على كل ما تقدموه لأهل غزة.